الأستاذة شيراز من ألمانيا بتسأل إيه حكم لها أخ يعني عاوز ياخد قرض لشراء منزل في الخارج. لو كان الأمر ده ضرورة يجوز من باب إن الضرورات بتبيح المحظورات، ولو كان شراء المنزل ده مش ضرورة بالنسبة إليه وعنده خيارات أخرى يعني فيجوز في الحالة دي برضو على مذهب السادة الحنفية. يعني هو يقدر يقلد من الآراء اللي يتناسب مع وضعه والحالة بتاعته، لأنه هو أدرى الناس بالظروف اللي هو فيها هناك. يا صاحبة السؤال الأستاذة شيراز، سورة النبأ أنت بتتكلمي عن يوم يقوم الروح والملائكة، فأنت أو أنت بتقولي يوم يقوم الروح، فأنت بتقولي أنا عايز أعرف إيه المقصود بالروح. الروح هنا مقصود بها الملائكة الكرام، و هي بيعبر عنها بذلك، ولكن هيبقى هنا المقصود بها سيدنا جبريل عليه السلام في نص الآية الكريمة. بالنسبة لي أنه التعبير في أفعال أو أن الله سبحانه وتعالى زي ما بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، التعبير بما نسميه في اللغة العربية بنون العظمة، هي ليه بيعبر بذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الله العظيم، فدي اسمها نون العظمة، زي ما قلنا إن نحن في قوله تعالى إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. والله سبحانه وتعالى يعظم نفسه وهو الله العظيم الذي عرفنا على ذاته بأنه سبحانه وتعالى العظيم. وفي اللغة العربية إذا أراد الإنسان الفرد العادي أنه يعظم نفسه يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع يا صاحبة السؤال أو بنون العظمة، وهي من أساليب العربية المعروفة المقصود منها التعظيم سبحانه وتعالى.